أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام بكم
محمد. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة قد أفلح من زكاها وقد خاب من فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.